قهرنا غادي نحطوا هاد نديروا نقطة نظام. يلا سيد. واش عندنا شي حكومة ولا ما عندنا شي؟ راه كل أسبوع الوزراء كلهم غايبين وعدد منهم في المكاتب ديالهم ما كيجيوش للبرلمان. واش أن شافوا الأخر صافي غادي تجمع ما بقاش عندنا حكومة ولإرباك كل أسبوع كل أسبوع كيجي طلبات تغيير ذاك البرنامج اللي كتعطيه اللي كيعطينا المكتب ما بقاش تعطيه لنا لان لا يصلح لشيء. اذا خاص المؤسسه المكتب ديال البرلمان يتحمل مسؤوليته مع الحكومه باش تكون متواجده. وزير الماليه ما بقيناش نشوفه حرق باش راه فيه يعني وزير البناء وزير الداخليه فين هو؟ وانتخابات جايه وزير الداخليه ما كاينش. شكرا سيد رئيس. شكرا سيد رئيس.